بسم الله الرحمن الرحيم. أنا السفير خالد فتح الرحمن، سفير السودان لدى المملكة المغربية. أود أن أعبر عن بالغ سعادتي وكثير اعتزازي بزيارة مدينة الجديدة والتماثل مع مأثوراتها القديمة. نحن بين الجديدة والقديمة، رأينا ما يسر الخاطر وتلتذ به الباب، ورأينا الآثار البرتغالية القديمة في المدينة والتي تحاط بكثير من العناية والتقدير في مرأة لتواصل الأجيال. وكذلك رأينا الصومعة القديمة التي تعود إلى القرن 15، ورأينا كذلك هنا مجمع الأسلحة القديمة الذي تحول بمرور الزمن في العهد البرتغالي إلى مجمع للماء الذي كانت تستفيد منه المدينة بعمومها. وفي كل لحظة من لحظات تجوالنا كنا نرى مشهدا نسعد به كثيرا، ونرى أن الحفاظ عليه وصيانته تدلاني على أن الجهود في هذه المملكة الفتية تمضي بالطراد نحو كل ما يكسب الأجيال قيمتها ورفعتها تماثلا مع تراثها القديم. شكرا جزيلا.